السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عمل امبارح اجتماع تابع فيه المشروعات القومية الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووجه سيادته بتعزيز استخدام احدث التقنيات لمضاعفة قدرات البنية المعلوماتية الرقمية للدولة، وكمان وجه بالتوسع في التعاون مع الدول الأفريقية في إطار مبادرة مصر الرقمية اللي بتستهدف تأهيل وتدريب الخريجين. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة المشروعات القومية الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وقد وجه السيد الرئيس بتعزيز استخدام أحدث التقنيات لمضاعفة قدرات البنية المعلوماتية الرقمية للدولة، لما لذلك من مساهمة مباشرة في جهود التحول الرقمي بالتوازي مع تدريب الكوادر البشرية على شتى مجالات المهارات الرقمية لدعم الأداء الحكومي وتوفير أحدث الخدمات الرقمية للمواطنين وقطاع الأعمال على مستوى الجمهورية. وذكر المتحدث الرسمي أن السيد وزير الاتصالات عرض خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها من قبل الوزارة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إطار تعزيز محور بناء الإنسان المصري، والتي شملت التوسع في بناء قدرات وإعداد الكوادر البشرية بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على المهارات الرقمية، فضلاً عن مشروع إنشاء مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة الذي سيضم مبنى الابتكار ومعهد تكنولوجيا المعلومات والمعهد القومي للاتصالات. كما تم عرض جهود تطبيق مبادرة مصر الرقمية التي تستهدف المتدربين والخريجين والمهنيين المستقلين والعاملين في مختلف المشروعات القومية، إلى جانب مبادرة أفريقيا للإبداع الرقمي والتي كان قد أطلقها السيد الرئيس، حيث وجه سيادته بالتوسع في التعاون مع الدول الأفريقية الشقيقة في هذا الإطار، خاصة من خلال تشجيع الشركات المصرية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على التعاون مع نظيرتها الأفريقية لبناء منظومات رقمية متكاملة، فضلاً عن إتاحة التدريب التقني المتخصص للشباب الأفريقي في مجالات التكنولوجيا المختلفة. يعني شهر مارس هو من الأشهر المميزة لأنه مش بس في احتفالات بالمرأة سواء كانت العالمية أو المرأة المصرية، لأن 9 مارس هو يوم الشهيد والمحارب القديم، وتزامنا مع بدء احتفالات مصر بهذه الذكرى والمناسبة العطرة، جمعية المحاربين القدماء عملت مؤتمر صحفي امبارح. المؤتمر ده أعلنت فيه عن الأنشطة والفعاليات اللي هيتم تنظيمها بمناسبة يوم الشهيد. تزامناً مع بدء احتفالات مصر والقوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم، نظمت جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب مؤتمراً صحفياً للاحتفال بهذه المناسبة الوطنية، تم من خلاله الإعلان عن أنشطة وفعاليات الاحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم لهذا العام. وأكد اللواء أشرف أحمد شريف مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب أن احتفال القوات المسلحة بهذا اليوم الذي يوافق ذكرى استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض، والذي عكس تلاحم القائد مع جنوده في الصفوف الأمامية، وأن ذلك الاحتفال يأتي تأكيداً على وفاء القوات المسلحة لشهدائها الأبرار الذين جسدوا بأرواحهم أسمى معاني الوطنية والفداء، وسطروا أروع الملاحم البطولية لتبقى راية الوطن عالية خفاقة، مؤكداً أن القيادة العامة للقوات المسلحة لا تدخر جهداً في تقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والرياضية والاجتماعية لأبنائها من أسر الشهداء ومصاب العمليات الحربية، تقديراً لما قدموه من تضحيات لإعلاء كلمة الوطن. كمان نشرت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة عدة فيديوهات خاصة بالاحتفال بيوم الشهيد واللي بيواكب يوم 9 مارس من كل عام، وهي ذكرى استشهاد الفريق عبد المنعم رياض على خط الجبهة يوم 9 مارس 1969. انت موت يا عماد؟ يوني يا ماما انا موتش، انا اترقيت، حضن ولف بي زي ما اقول، كان بيقول لي ده اخر حضن. حتى الدموع متلا
تخبط. بيقول لي انا عايزك تطلعي دكتوره. في دمع نزلان زهرتها. كان على يقين ان هو هيستشفى. كل ميت مليون تحيه. لازم ناخد حقه ولازم نكمل. دمعه شايله حزنها مش قادره تنزل من عيني. التمن ده اللي هو دم وروح قدم عشان الدولة دي تبقى دولة. ودايما كنا بنفكر في فكرة واحدة بس، ان الارهاب لازم يموت دلوقتي وبايدينا وتحت رجلينا عشان ما يتنقلش لأي مكان. تسعة مارس يوم الشهيد والمحارب القديم، عطاء وخلود. يعني كل سنة وكل أسر وأبناء وذوي الشهداء بألف خير، لولا تضحيات هؤلاء الرجال لما كنا ننعم الآن بأمن واستقرار وتقدم أيضا في كافة مناحي الحياة. طيب من يوم 9 مارس والاحتفالات إن شاء الله اللي هنتابعها أكيد في اليوم ده، نروح للأخبار الخاصة بمجلس الوزراء، لأن امبارح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء استعرض تقرير عن أبرز التيسيرات اللي بتقدمها الحكومة للنهوض بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. قال الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة حريصة على دمج جميع المشروعات بمختلف القطاعات ضمن الاقتصاد الرسمي وتعزيز دور المشروعات المتوسطة والصغيرة في تحقيق التنمية المستدامة. امبارح كمان الدكتور مصطفى مدبولي استقبل الرئيس التنفيذي لصندوق المناخ الأخضر التابع للأمم المتحدة الدكتور يانج لامارك، وخلال اللقاء تم مناقشة عدة ملفات للتعاون. وأشاد رئيس الوزراء بالدعم اللي قدمه صندوق التمويل لأربع مشروعات بقيمة 297 مليون دولار لحماية السواحل الشمالية وتنفيذ مشروع بنبان للطاقة الشمسية، وقال إنه مصر بتولي أهمية كبيرة لاستضافة الدورة 27 لمؤتمر تغيير المناخ في شرم الشيخ. كان من بين الاجتماعات الهامة جدا امبارح لرئيس الوزراء هو الاجتماع اللي استعرض فيه دكتور مصطفى مدبولي الملامح الأساسية للخطة الاستثمارية للعام المالي 2022-2023. وقال الدكتور مصطفى مدبولي ان الدولة بتسعى الى الارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين على مستوى الجمهورية، وده في مختلف القطاعات تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. طبعا دايما في اشاعات بتحصل للدراسه عامه، والمركز الاعلامي لمجلس الوزراء موجود عشان ينفي هذه الاشاعات، واللي نفى بدوره امبارح الاخبار اللي انتشرت على وسائل التواصل حول اصدار وزاره التعليم قرارات باطلاق منصات جديده لاجراء امتحانات تجريبيه لطلاب شهاده الثانويه العامه. المركز تواصل مع وزاره التعليم واللي قالت انه الكلام ده مش حقيقي ولم يتم اطلاق اي منصات جديده تخص الامتحانات التجريبيه، والوزاره اكدت انه اي معلومات او تفاصيل علاقة بامتحانات الثانوية هيتم الإعلان عنها في مؤتمر صحفي خلال الفترة الجاية. يمكن الخبر ده من الأخبار الهامة لكل يعني المهتمين بالرياضة وتحديدا الفروسية. وزارة الداخلية نظمت بالتنسيق مع الاتحاد المصري للفروسية بطولة الجمهورية للفروسية لقفز الموانع، واللي أقيمت على مدار 3 أيام في ملعب أو ملاعب وادي الفروسية التابع لوزارة الداخلية. الملعب ده كمان يمكن من الحاجات المبهجة اللي هو هيبقى مفتوح أمام كل لاعبي الفروسية طوال أيام السنة. وادي الفروسية المطل على بحيرة عين الحياة بمنطقة فسطاط يظهر في ثوب جديد بعد أن قامت وزارة الداخلية بتطويره ليكون مستعداً لاستقبال كافة البطولات الدولية والمحلية، ويسهم في تنمية مهارات ركوب الخيل في مصر من خلال تطوير ملاعبه وفقاً للمعايير الدولية وزيادة سعة اسطبلاته وتوفير الخدمات اللازمة لإنجاح البطولات. ده مكان يعني ممكن تقول دولي قوي، يعني
في أراضي كتيرة وأحجام الأراضي مظبوطة بالنسبة للبروتورات الدولية، وإقامات الخيل كتير، يعني من كل ناحية مفيش حاجة ناقصة إن أنت تعمله بطولات دولية طبعاً. والله المية الأولى البزول المكان ده واتذهلت بالمكان، فعلاً مكان جميل جداً ويشجع الناس علشان تجي عليه. الوادي استعد لاستقبال بطولة الجمهورية لقفز الموانع من خلال تمهيد الملاعب لاستقبال المتنافسين. في استبلات كتير اتعملت واستبلات اتعملت على جودة عالية، فطبعا ده بقى مريح للخيل ان هي تقدر يبقى فيه ايواء فيها. بمشاركة 280 فارسا بخيولهم انطلقت فعاليات البطولة برعاية لجنة تحكيم مشكلة من الاتحاد المصري للفروسية، واستمرت المنافسات على مدار 3 أيام وفقا لقواعد القانون الدولي المنظم للرياضة الفروسية. عرفنا عن البطولة في وقت قصير جدا، وما كنتش متخيلة ابدا انها تبقى متنظمة النظام ده كله. مكان حلو قوي والارض يعني كويسة وبتساعدني ان انا اكون نجبة أحسن، والإندور أرض التسخين الصالة المغطاة حلوة قوي. أنا مبسوطة إن وزارة الداخلية عملت المكان ده عشان نمارس فيه الرياضة اللي إحنا بنحبها. استمتع المشاركون بالتنافس على الملاعب الممهدة وفقا لأعلى المعايير الدولية في رياضة الفروسية، بداية من أرض الإحماء إلى الملاعب المجهزة بالموانع. صراحة تحفة، وكمان الاستبلات من أنظف الاستبلات اللي أنا شفتها، والأراضي حتى مريحة نفسياً. لو ليا فرصة إن أنا أغير مكان التدريب ممكن أجي هنا، لأن المنظر رائع ويفتح النفس. كان حلو ومتظبط حلو، الأرض حلوة أحسن الأراضي اللي بننزل فيها بطولات. والبطولة النهاردة استمتعت بيها جداً جداً جداً، والحمد لله عملنا كلير راوند النهاردة. وزارة الداخلية شكلت لجاناً مختصة لضمان تنظيم ناجح للبطولة، فقد تم إعداد أماكن مناسبة لإيواء الخيول بأعداد كبيرة، وفندق مجهز لإقامة الفرسان خلال فترة المنافسة. أحلى حاجة في المكان إن هو فيه أوتيل إنكلودد، يعني بجد السيرفيس تحفة والأكل حلو قوي. والصراحة على أعلى مستوى وما شفتش نوادي كده، والفندق جميل، كل حاجة كويسة فيه، الأكل كويس، كل حاجة. كما جهزت سيارات إسعاف بأطقم طبية تابعة لقطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية وأطقم طب بيطري. احنا بنكون جاهزين إن شاء الله من قبل البطولة، من أول تجهيز البوكسات، تجهيز كل حاجة وتطهيرها قبل دخول الخيل. جاهزين بكافة التخصصات اللازمة لبطولة مهمة زي كده، من تخصصات العظام والطوارئ والجراحة والتمريض والإسعاف. الملاعب مزودة بأحدث وسائل الإضاءة مع توزيعها بالشكل المناسب والمعتمد دولياً، بما يمكنها من استضافة المنافسات ليلاً. مشاركة جميع أندية الفروسية في هذه البطولة المقامة بوادي الفروسية وبهذا العدد الكبير من الفرسان والخيول يعكس نجاح وزارة الداخلية في إضافة صرح رياضي جديد يدعم الرياضة المصرية في رياضة الفروسية. قيام وزارة الداخلية بتطوير وادي الفروسية يأتي من منطلق حرصها على الارتقاء برياضة ركوب الخيل في مصر، فكان هذا التطوير الشامل وتلك المسابقات التي تقام هنا والتي تؤكد على المساهمة الفعالة من وزارة الداخلية في الارتقاء بهذه الرياضة الهامة. من وادي الفروسية، عبدالله بركات، التلفزيون المصري.